طيب الجديد السنة دي، احنا قلنا المراحل واحدة وهي هيها، بس حتى لما سمعنا في التقرير وحضرتك برضو علقنا في التقرير وهو شغال حصل فعلا. على موضوع كلية القمة، المفهوم ده برضو موجود لسه عند البعض، البعض التاني اتخلص منه. انا شايف النهارده يعني معظم الطلبه بيتكلموا ان فعلا ما عادش كليات، حاجه اسمها كليات قمه، وبعدين ما فيش حاجه اسمها اصلا كليات قمه. يعني كليات القمه دي انا قمه بالنسبه انا لي، نفسي اعرف مين اللي طلع انا الاسم مش عارف ده. الكلمه دي طلعت امتى. يعني انا من زمان من ايام كنت ثانويه عامه اسمها كده. قمه. بالنسبه يعني انا النهارده طالب، القمه بالنسبه للطالب ايه؟ ان انا اخش الكليه اللي انا عاوزها، اتفوق فيها، اطلع عليها فرصه عمل، ابقى شاطر في الكليه دي. والنبي حتى لو ما كنتش عايزها بس انا تفوقت فيها، اشتغلت على نفسي واشتغلت بعد كده، خلاص انا نجحت. وبعدين ما تختار الحاجه اللي تناسب برضو ميولك، يعني ما تختارش حاجه غصب عنك. يعني عشان يعني المجموع. انا في رايي طبعا ان الطالب لازم ان هو يختار الكليه اللي عاوزها، ما يستخسرش المجموع بتاعه. يعني ايه يختار الكليه؟ والله في ناس كتير جدا بيروح كليات، يعني انا شفت التقرير، يروح كليه يعني الى حد ما وبعدين يتفوق فيها ويطلع معيد فيها، يطلع بالظبط، يشتغل في ما انا وظيفه بقول كده. محترمه. عندنا مثلا كليات زي كليات الذكاء الاصطناعي، ده عليها اقبال كبير جدا. انا عايزه اتكلم بقى شويه عن الجديد، الكليات الجديده اللي داخله السنه دي في جامعاتنا، ونتكلم بقى على طبيعه الكليات التانيه بقى او الجامعات التانيه اهليه وخاصه. بس الاول تبع التعليم العالي او تبع جامعاتنا المصريه، طبعا في جامعة، كليات جديده؟ طبعا طبعا عندنا طبعا السنة دي بإذن الله احنا توسعنا اصلا. يعني السنة اللي فاتت دخل التنسيق مثلا، السنة اللي فاتت طب الأقصر، طب الوادي الجديد، ان شاء الله باذن الله طب العريش هيشتغل السنه دي. احنا بنتوسع في مجالات التعليم كلها، يعني الى حد ما ما فيش محافظه في مصر الا بدا فيها جامعه، وكل معظم الكليات فيها، يعني الا مناظر يعني. فاحنا بنوفر جميع المؤسسات التعليميه موجوده. اللي داخل السنه دي برضو عندنا 7 جامعات تكنولوجيه داخلين السنه دي، ويبدا دراسه بهم السنه دي. ده 7 جامعات تكنولوجيه من اسكندريه لاسوان، موجودين منتشرين على مستوى الجمهوريه. ده كله داخل التنسيق السنه دي، وهيبدا دراسه بهم هذا العام ان شاء الله باذن الله. وبرضه انا بقول حاجه بالنسبه، حتى برضه بطمن الاولاد بتوع شهادات المعادله العربيه والاجنبيه، لهم مرحله قدرات برضه، ولهم تنسيق لوحدهم خاص بيهم. هم مش داخلين في اختبارات القدرات بتاعه؟ لا لا، بالنسبه ده اللي شغال شهادات دلوقتي، المعادله والعربيه اللي ليهم شغال مواعيد دلوقتي تانية. ثانويه عامه، بعد كده بنعمل برضه اختبار قدرات بالنسبه لشهادات المعادله العربيه والاجنبيه، بياخد حقهم. وبرضه بنعمل اختبارات قدرات للدبلومات الفنيه، بس دي مراحل زمنيه، يعني واخدين تقريبا جدول بتبقى زمني. مواعيدها امتى يا فندم؟ احنا ان شاء الله باذن الله بالنسبه لشهادات المعادله العربيه والاجنبيه على النص الثاني من شهر 8. ورقي ولا الكتروني؟ احنا الاثنين، لان احنا بالنسبه للشهادات العربيه والاجنبيه، احنا بالنسبه للثانويه العامه بتجي لنا نتيجه من التربيه والتعليم، عارفين المصدر بتاعها. ما حدش يقدر يتلاعب في نتيجه. احنا لما يكون بالنسبه للشهادات العربيه والاجنبيه ما عندناش المصدر نفسه، فلازم نتاكد من صحه الشهاده. الطالب بيدخل اونلاين وبيجي ياخد ملف من مكتب التنسيق، وبيجي يقدم الورق الشهادات الاصليه موثقه ومعتمده، عشان نعرف ان الشهادات دي اصليه، عشان محدش طالب يظلم. يعني مفيش طالب ياخد مكان طالب، واحنا لازم نتاكد من الكلام ده كله بدقه. يعني مكتب التنسيق عندنا ناس فنيين جدا بيقدروا يعرفوا الشهاده دي ايه، ولازم يتاكد من صحه التوقعات كلها والبيانات كلها. فكل الطلبه ايا كان دول كلهم اولادنا، بتوع الشهادات العربيه والاجنبيه اولادنا، الثانويه العامه اولادنا، الدبلومات الفنيه اولاد، كل دول ولاد مصر عموما. يعني اكيد بكل تاكيد. طب استاذ سعيد، قلت من شويه الجامعات التكنولوجيه عندنا 7 جامعات، لما قلت برضو في المقدمه وظائف المستقبل، التخصصات الجديده والحديثه اللي بيتطلبها سوق العمل، ممكن تدينا فكره اكتر برضو عن طبيعه الدراسه او الكليات دي تحديدا، وسواء بقى تابعه للجامعات المصريه او نتكلم شويه برضو عن الجامعات الجديده الاهليه وغيرها؟ احنا عندنا طبعا جامعات اهليه اربعه، اشتغل السنه اللي فاتت. في اهليه جديده ان شاء الله باذن السنه الله، دي ان شاء الله تبقى في جامعات اهليه منبثق عن الجامعات الحكوميه، ودي ان شاء الله باذن الله كام في القريب، يعني ما يقرب من 11 جامعه ان شاء الله هيبداوا شغل السنه دول دي. يعني هيبقوا معانا في التنسيق؟ هي ان شاء الله باذن الله دول هيبداوا دراسه السنه 11. 11 ان شاء كتير الله. ما شاء يعني الله. ده طفره ده هتحصل انفراج. طفره في التعليم في مصر، يعني ما حصلش قبل كده. قبل كده ما حصلش ان احنا نبدا بدراسه ب 11 جامعه اهليه و7 جامعات تكنولوجيه. ده كله طبعا دولة 11 غير الاربعه اللي معانا، يبقى احنا كده عندنا 15 جامعه اهليه ان شاء الله ان في شاء الله السنه دي، باذن التنسيق الله السنه دي. هيبداوا دراسه السنه دي ان شاء الله باذن الله. تخصصاتها بقى، الكليات اللي موجوده فيها كل طبعا برامج جديده خالص، مثلا برامج طبيه، علوم صحيه، علوم هندسيه، بس البرامج بقى برضو بتختلف شويه، هيبقى مسميات مختلفه شويه عشان بس الناس ما تقلقش. الناس متعوده، الناس اللي عندي دلوقتي متعوده ان لازم الكليه
يبقى كلية كذا وكلية كذا، احنا هيبقى النظام ده بيبقى دلوقتي تخصص بقى هو اسم الكلية يعني تمام. حاجة تمام دقيقة تمام كده. تمام. فده طبعا بإذن الله ده يعني الدولة مهتمة جدا بالكلام ده حاليا دلوقتي. بالنسبة عندنا للجامعات التكنولوجية اللي هم السبعة فيهم تخصصات بقى اللي بتتلائم مع سوق العمل، يعني عندنا تكنولوجيا الصناعة الغذائية، تكنولوجيا النسيج، تكنولوجيا النقل، تكنولوجيا السكة الحديد، تكنولوجيا الكهرباء، كل التخصصات الموجودة اللي بيحتاجها عموما كل الناس هنا في مصر حتى في البيوت، يعني عشان تطلع فني متميز ماهر، الكلام ده كله البرامج دي كلها موجودة في جامعات التكنولوجيا الجديدة كلها.